أهلا بكم في نشرة الظهيرة. مرة جديدة تؤكد هيئة التنسيق النقابية قدرتها على شل القطاع العام عبر الإضراب في المدارس الرسمية والمؤسسات والإدارات العامة والوزارات والبلديات ردا على التأخير في إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. رئيس الهيئة حنا غريب وصف تحرك اليوم بأنه يوم نقابي مشهود في تاريخ الحركة النقابية، مؤكدا أن لا دولة من دون موظفين وأن الهيئة متجهة نحو التصعيد، وتوجه إلى وزير الاقتصاد الأولى نحاس قائلا: نحن مدركون للوضع الاقتصادي في البلد يا معالي الوزير، ولأننا مدركون أنتم منزعجون. وللسياسيين قال غريب: لا أحد يمكنه الوقوف في وجه هذا المد الجماهيري لموظفي الدولة والمعلمين، ونحن لا نريد إسقاط حكومات، بل كل ما نريده هو حقنا. وفي مصر تستعد جبهة القوى المعارضة اليوم لاختبار قوتها في الشارع بعدما قررت المضي في تصديها للديكتاتورية عبر تظاهرات مليونية في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في ميدان التحرير تحت شعار للثورة شعب يحميها، وللمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه الرئيس محمد مرسي كل قراراته منذ توليه السلطة ومنح نفسه من خلاله صلاحيات سياسية مطلقة. وقد دخلت واشنطن على خط الأزمة، وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض عن قلق بلاده من بعض القرارات التي أصدرها مرسي، ناقلا عن الرئيس باراك أوباما دعوته إلى الهدوء وحل الخلافات بشكل سلمي. من جهة ثانية، توجه وفد من قوى 14 من آذار إلى غزة اليوم، ضم النواب جمال الجراح وأنطوان زهرة وأمين وهبي والنائبين السابقين سمير فرنجي والياس عطلة، وتهدف الزيارة التي تستمر يوما واحدا إلى التضامن مع أهل غزة، وسيلتقي الوفد قياديين من الفصائل الفلسطينية. إذن تحركات احتجاجية في الشارع لن تخرج قبل أخذ حقها، والحكومة أمام مأزق. تحت طائلة التحذير من تحويل الإضراب إلى مفتوح احتجاجاً على تأخير إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، بدأت الحركة النقابية في لبنان تحركها واعدة بإكمال الإضراب الأربعاء، واعتبرت أن الحكومة ما زالت تعتمد سياسة المماطلة والتسويف والتأجيل في إقرار السلسلة وإحالتها إلى المجلس الذي يعيش موسم التعطيل النيابي. مسألة شل القطاع العام لمدة يومين لم يسبق للحركة النقابية في لبنان أن أقدمت على هذا النوع من التحركات النقابية. وحدة سياسية شبه اطباق سياسي في الحكومة وخارج الحكومة ضد هذه الحركة النقابية، لأنها عم بتسطر بلبنان قيامة جديدة لحركة نقابية مستقلة في لبنان. وحدة هيئة التنسيق النقابية كانت وستبقى مستمرة ابدا حتى اقرار السلسله بدون تقصير. وبصفه المعجل ومع ضمانه حقوق المتقاعدين وحقوق المتعاقدين وحقوق الاجراء وبدون فرض ضرائب على اصحاب الدخل المحدود، نحن ما جايين نمول السلسله على حساب الفقراء، نحن جايين نمول السلسله على حساب الاغنياء. يعني اليوم وزير الاقتصاد عم بيتهم هيئه التنسيق النقابيه انه هي مش مدركه، قال نحن مش مدركين شو الوضع الاقتصادي بالبلد. لا لا لا، نحن كثير مدركين يا معالي وزير الاقتصاد لولا النحاس، نحن كثير مدركين، ولأن كثير مدركين انتم منزعجين. نحن كل رواتب الموظفين والأجرة بالقطاعين الرسمي والخاص كلهم سوا ما بيتجاوزوا 20% من الناتج المحلي. لما بتنعطى الزيادة على هالنسبة ما بتعمل تضخم. المعلمين دعاة حوار بعد 14 شهر بتقول يا الرئيس أنا ما بحاور تحت الضغط. هيئة التنسيق النقابية تمارس شكل راقي جدا من الحركة النقابية، ما قطعنا طرقات، ما حرقنا دوليب فعلي. بكره بعد الظهر على مجلس الوزراء ان ياخذ قرار، اما بحيل السلسلة
اما بياخذ قرار اخر وبيتحمل مسؤوليه هذا القرار قدام الشعب اللبناني. شو رح تعملوا بحال ما اخذت الحكومه هذا القرار؟ يعني نحن ما حنطلع بقى من الشارع، ما حنطلع من الشارع الا ما يعطونا حقنا. شيء عم بيراهنوا انه نتعب، نحن ما رح نتعب. وهيئه التنسيق النقابيه ما حدا في يفكها. واننا نرفض رفضا قاطعا اخضاع المعاش التقاعدي الى ضريبه الدخل. وكذلك نرفض رفع قيمة المحسومات التقاعدية. من هنا نتوجه إلى كل روابط وجمعيات المتقاعدين للتضامن والاتحاد فيما بينهم. وفيما شهدت المناطق اللبنانية إضرابا في الإدارات العامة والمدارس، حذرت الهيئة من وقوف السياسيين بوجه الموظفين والمعلمين. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال إنه سبق له أن أكد في أكثر من مناسبة أن الإضراب لا يوصل إلى نتيجة، وكل الأمور تحل بالهدوء والحوار المسؤول لا بالشارع والتصعيد. وفي حديث للسفير قال ميقاتي إن ما تقوم به الحكومة هو محاولة إيجاد الموارد لسلسلة الرتب والرواتب، مشيرا إلى أنها مسؤولة عن استقرار الوضع المالي ولا يمكنها أن تغامر بأي خطوة من دون أن تقوم بدراستها من شتى الجوانب. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس الأرميني سيرج ساركيسيان، وأقيم له استقبال رسمي عند مدخل مقر الرئاسة الثانية. بعد ذلك عقد الرئيسان بري وساركيسيان اجتماعا بحضور وزيري خارجية البلدين عدنان منصور وأدوارد تالبازيان والسفير الأرميني في لبنان والمستشار الإعلامي علي حمدان. وقد أقام بري مأدبة غداء على شرف الرئيس الأرميني الضيف، شارك فيها نواب وشخصيات من قوى 14 من آذار. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال خلال مأدبة غداء أقامها على شرف الرئيس الأرميني إن تجربة الحرب الأهلية اللبنانية أثبتت أنه لا يمكن إقصاء أحد وأن الحل هو الاتفاق والتوافق عبر الحوار، ودعا بري إلى صياغة تفاهم دون انتظار سوريا. جميعا نقع على عمندار أسلحة الفوضى البناءة لتحالف الراغبين بإخضاع منطقتنا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا والسيطرة على مواردها البشرية والطبيعية. إن كل هذه المنطقة مهددة بالتشظي والانقسامات بصورة ميكروجغرافية لما خلفته أساسا الخطوط الزرقاء أو الحمراء لسايكس بيكو. إن هناك حقنا يوميا وتمويلا وتسليحا وإثارة لكل عوامل الفتن والمخاوف والهواجس والمشكلات النائمة، والتي لن تترك شيئا إلا وينقسم على اثنين أو أكثر حتى الإنسان الواحد. إن هذه المنطقة العزيزة التي هي متحف للحضارات وموئل الديانات السماوية وكتاب التاريخ تعيش واقع انفجارات عرقية وطائفية ومذهبية وفئوية وجهوية، وتقع تحت ضغط ظل الصراعين عليها. إن القيادات في منطقتنا التي خبرت وعاشت وتعلمت من تجارب الماضي ولديها ثقافة تأسست على خلفية المعاناة والتضحيات الكبيرة التي قدمتها شعوبنا، وفي الطليعة أنتم يا فخامة الرئيس مطالبون باتخاذ المبادرات التي من شأنها الدفع قدماً نحو حوارات مفتوحة داخل أقطار المنطقة لصنع تفاهمات سياسية بين الفرقاء فيها على صيغة المشاركة في إعادة إنتاج الدولة ومؤسساتها، خصوصا مع التهديدات بعبور الأزمات لحدود أغلب الدول وإدخالها في دوامة من العنف وحفلات الإعدام الدموية عبر السلاح مقابل السلاح وصولا إلى تبديد إمكاناتها. لقد أثبتت تجربة الحرب الأهلية اللبنانية التي نذكرها على أن لا تعاد، أثبتت أنه لا يمكن إقصاء أو تهميش أو شطب أحد، وأن الحل هو الاتفاق والتوافق عبر الحوار. ونحن تأكيدا على أنه لا بديل لصيغة الحوار ندعو لبنانيا بوجود هذا الضيف العزيز، هذا الضيف الشريك عبر الطائفة الأرملية الكريمة لبنانيا، ندعو إلى اتفاق الطائف وإلى طاولة الحوار
تضع نصب أعينها أن السلاح هو فقط للدفاع عن الوطن، وأن من كانت إسرائيل عدوه فهو عدو كاف، وإلى صياغة تفاهم حول المواضيع المتنوعة والمصدرة للخلافات، ودون انتظار لمصير سوريا الذي لن يتكرر بالانتحار على النحو الجاري بل بالحوار أيضا. الرئيس الأرميني سيرج ساركيسيان دعا من جهته إلى وقف إراقة الدماء في سوريا وإلى العمل لتسوية الأزمة بالطرق السلمية. بالطبع إن لبنان اليوم يتأثر بالتطورات غير المناسبة الجارية في المنطقة. أثار لدينا الأسف الكبير العمل الإرهابي الذي وقع في بيروت في 19 من تشرين الثاني، ونحن نندد بذلك بإعرابنا عن تعازينا لأهالي الضحايا. نعرب عن أملنا في أن ذلك الاستفزاز المشين لن يتمكن من زعزعة السلام في لبنان. نحن واثقون في أن الحكمة الجماعية للفئة السياسية العليا في البلاد والخطوات العملية التي يتم القيام بها والرامية إلى الحوار الثنائي وإقامة جو الثقة المتبادلة لن تسمح بأن يتعرض لبنان لهزات جدية. إن أرمينيا قلقة تجاه الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، إنها تتسم بالأولوية بالنسبة إلينا وأصبحت مسألة في جدول أعمال السياسة الخارجية لجمهورية أرمينيا. إن العالم العربي قد دخل مرحلة انتقالية معقدة، وبهدف تخطيها يحتاج الأمر إلى الصبر الواسع والصمود والثقة. إن موجة الحركات الشعبية التي بدت والتي للأسف لا تجري بدون فقدان الدماء مرتبطة بعوامل عميقة كثيرة التي لها أسباب موضوعية وغير موضوعية. وصل وفد قوى 14 من أذار إلى غزة. تفاصيل هذه الزيارة نطلع عليها من مراسلنا في غزة محمد المدهون. محمد، ماذا في تفاصيل زيارة وفد قوى 14 أذار إلى غزة، وأيضا ماذا في المواقف بعد أن عارضت حماس وصول ممثلين عن القوات، خصوصا أن النائب أنطوان زهرة موجود في الوفد؟ نعم بالفعل كلارا، وصل الوفد قبل تقريبا ساعتين من الآن، والآن متواجد في مقر المجلس التشريعي يتناول طعام الغداء مع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة دكتور أحمد بحر وعدد من نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس. النواب الموجودون هم ثلاثة نواب: جمال جراح رئيس الوفد عن المستقبل، وأمين وهبي أيضا من ذات الكتلة، وكذلك أنطوان زهرة وهو من القوات اللبنانية، وكان يقف في المؤتمر الصحفي بالفعل بجوار جمال جراح الذي تحدث وقال إن هذه الزيارة تأتي بتكليف مباشر من الرئيس سعد الحريري ومن الدكتور سمير جعجع كما ذكر في المؤتمر الصحفي، وقال إن الوفد يتضامن مع غزة لأنها تمثل المقاومة الحقيقية التي لا تتوجه البندقية فيها سوى للعدو الإسرائيلي، بخلاف بعض من يدعون الممانعة كما قال، ويشاركون في قتل الشعب السوري الذي قال إنه كوفد ل 14 أذار يشارك تضامنه مع قطاع غزة وكذلك مع الشعب السوري الذي يناضل ضد الدكتاتورية وبطش بشار الأسد كما قال. أيضا دعا بالوحدة الوطنية الفلسطينية، دعا حركة حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة وإعادة الوحدة التي تمثلت على الأرض من خلال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أثناء العدوان. والآن الوفد يجلس في المجلس التشريعي، يفترض أن يغادر بعده إلى عائلة الدلو التي قصفت في الحرب ليعاين المكان الذي حدثت فيه تلك المجزرة، وكذلك سيلتقي كما أفدنا برئيس الوزراء هنا في القطاع السيد إسماعيل هنية، وكان قبل وصوله إلى المجلس التشريعي قد زار منزلا مدمرا في طريق صلاح الدين في طريقه من المعبر إلى مدينة غزة، وكذلك عاين منطقة الجوازات وقائد الشرطة حيث كانت هناك مجموعة من الصواريخ التي عرضت والتي كانت قد استهدفت عدة مواقع في القطاع أثناء العدوان. نعم نعم محمد، ماذا عن المعلومة التي تحدثت عن رفض استقبال وفد يضم أو بالأحرى رفض استقبال ممثل عن القوات اللبنانية؟ هو موجود الآن، أنطوان زهرة نائب موجود وجلس بالفعل مع نواب حركة حماس وكذلك مع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر،
ولم يكن هناك تصريح مباشر من قبل المسؤولين التابعين لحركة حماس الموجودين هنا برفض زيارة أي أحد. نعم، شكرا لك الزميل محمد المدهون مراسلنا إلى غزة. اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي أن القبول بإعلان بعبدة كأساس لبيان وزاري يسهل الطريق نحو تشكيل حكومة جديدة. قزي نوه من برنامج الحدث بالزيارة التي يقوم بها وفد 14 أذار إلى غزة موضحا سبب عدم مشاركة الكتائب فيها. مش رايح على غزة مع وفد 14 أذار، ليه ما شاركته؟ الكتائب بتروح على فلسطين من باب القدس، وبتروح على القدس من باب كنيسة القيامة والمسجد الأقصى. وإذا كان اضطرينا منروح على فلسطين من باب الجنوب والجليل وإصبع الجليل وصفد والناصرة والقيصرية وصولا إلى القدس. ثانيا، موضوع زيارة غزة مبادرة طيبة من بعض الشباب بقوى 14 أدار ومنهنيهم عليها يعني، بس نحن اعتبرنا انطلاقا من مبدأ تمسكنا وإيماننا بالحياد لا يجوز الدخول في الصراع الفلسطيني الفلسطيني. لأنه اليوم زيارة غزة صحيح أنه زيارة لقطاع صمد بوجه إسرائيل، ولكن ما ننسى أنه حماس عاملة دولة وحكومة من شقة عن السلطة الفلسطينية، ونحن لا يجوز أن ندخل في الصراع الفلسطيني الفلسطيني. اشتباكات بين معارضي الرئيس المصري والشرطة قرب ميدان التحرير، والبيت الأبيض يدعو إلى حل الأزمة سلميا. بعد سحب الإخوان المسلمون تظاهراتهم المليونية التي كانت مقررة، اشتبك عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة قرب ميدان التحرير في القاهرة، حيث يتحضر معارضو الرئيس لتنظيم تظاهرة احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره. واستخدم رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى مئات المتظاهرين الحجارة عليهم في أحد الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير والمؤدية إلى السفارة الأمريكية. وتأتي هذه الأحداث بينما رفعت القوات المسلحة حالة التأهب القصوى تحسبا لأي تطورات من الممكن أن تحدث. إن اللي صدره مش من حقه، مش من حقه يعرف يفهم إن مش من حقه إعلام دستوري. كل أساتذة القانون في الدولة قالوا مش من حقه، مش من حقه يفهم ويعرف. وإن نص الشعب اتقسم، نص معاه ونص يشوف مين اللي هيغلب في الآخر. بس البيت الأبيض من جهته دعا إلى الهدوء وحل الخلافات الدستورية بشكل سلمي. أبدينا قلقنا بشأن القرارات التي اتخذت في 22 تشرين الثاني. ما يهمنا هو تطور وانتقال الديمقراطية في مصر. ديمقراطية تعكس مطالب الشعب المصري من خلال الثورة التي أقامها. ندعو إلى الهدوء ونشجع كل الأحزاب إلى العمل معا، ونطلب من المصريين حل خلافاتهم سلميا. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة أن أعداد المصابين في الاشتباكات المستمرة بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري منذ الجمعة الماضية وصل إلى 444 مصابا، بالإضافة إلى حالتي وفاة في القاهرة والدمنهور. أهلا من جديد. أكد وزير الاقتصاد أولى نحاس أن أهم الحكومة هو تأمين التوازن بين السلاسل وأعطاء كل ذي حق حقه، وأشار في اتصال مع برنامج الحدث إلى أن الحكومة ستتوصل إلى حل لأزمة الرتب والرواتب، داعيا الجميع إلى التروي وضبط النفس لكي لا ننزلق إلى المهوار الاقتصادي. مشي هو الإمكانية الحقيقية لأن كلنا الاقتصاد الفعلي إنه بشو بده يأمن هذه المطالب، لأنه بالنتيجة نحن لما الحكومة بتاخد قرار ما بتاخد قرار بناء على مطلب، بتاخد قرار بناء على قدرة الاقتصاد، بتبني مطلب على أساس تأمن ديمومة النمو الاقتصادي بالبلد. وأنا بعتبر هذه السلسلة يعني شغلة أساسية ومهمة، وأنا بعيد وبذكر إنه يا ريت يعلوها عنا كل الإمكانية إننا ما بس نعطيها ونعطي زايد فوق منها. عم بيقولوا إنه فلينوضع حد للفساد، فأعطيكم أمثال، أعطيكم أمثال الأملاك البحرية، إنه ضبطوا الفساد، حطوا الضرائب على الناس اللي بتحمل ضرائب يلي مدخولة بيسمح لها إنه تحط هالضرائب، يعني في نوع من الحلول المنطقية نوعا ما، ليش عم تاخذوها بعين الاعتبار؟ الموضوع جدي، موضوع علمي، افتكر الحاكم كتب بالموضوع، وزارة الاقتصاد حط الدراسة مغمى بالموضوع، البنك الدولي كمان ساعدنا بهذا الموضوع، الأرقام شيء
والعناوين. المعتصمين ما رح يتراجعوا عن هذا الموضوع ولا بل بالعكس حسب ما فهمنا هلأ من الخطابات أنه ذاهبين إلى تصعيد وإلى إضرابات مفتوحة، وأنتم عم بتقولوا أنه ما في شيء بيصير بالضغط وما في شيء بيصير بالشارع هو ما فينا نعطي شيء خارج الإمكانية الفعلية. إحنا عم نقوي الإمكانية الفعلية، إحنا ما بدنا نروح محل ندفع الأجيال المقبلة وندفع اقتصاد. هذا عم بيصير. لا ما هذا لهلا مقومات البلد منشئك. لا نحن في عنا ازمه اكتميه خارجيه بالنتيجه اللي عم تاثر على لبنان. بس برجع بقول نحن بطريق عم ندرس فعليا كيف نبرمج هذا الموضوع، كيف ننسق هذا الموضوع ما باقي السلاسل، وكيف الحقيقه ما ناثر على النمو الاقتصادي. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم مع وزير البيئة ناظم الخوري للأجواء السياسية السائدة راهنا على الساحة الداخلية. وتناول الرئيس سليمان مع وزير الصناعة فراج سابونجيان الأوضاع الراهنة وعمل وزارته، وبحث مع الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حديدي في الشؤون المطروحة وأهمية الحوار بين الأفرقاء لحل المشكلات والخروج من الأزمة. واستقبل رئيس الجمهورية الهيئة الإدارية لجمعية متخرجي الصحافة برئاسة يوسف لحويك الذي دعاه إلى العشاء السنوي التقليدي للجمعية. وزار بعبدة وفد من عائلة الشاعر الراحل يونس الإبن، شكر للرئيس سليمان تعزيته بوفاته ومنحه وساما. ولمناسبة الاستقلال زار بعبدة وفدان طالبيان من المدرسة الكندية وثانوية العائلة مغدوشي لتهنئة الرئيس سليمان بالعيد. ينهي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته لروما اليوم ويعود إلى لبنان حاملا إشارات الكاردينالية. وفور عودته يقيم الراعي صلاة المسبحة في كنيسة القيامة في بكركي، ويستقبل المهنئين بعد الصلاة يومي الجمعة والسبت المقبلين. وكان الراعي قد تمنى خلال مشاركته في حفل عشاء أقامته على شرفه الرهبانيات اللبنانية المارونية أن ينقل اللبنانيون معهم فرح العيش الذي اختبروه معا في روما إلى لبنان. ورأى أنه على الرغم من وجود الخيارات السياسية المتعددة في لبنان، وعلى الرغم من وجود مكونات منوعة تشكل نموذجا مميزا من حيث تركيبتها، لا بد من بناء الجسور بين اللبنانيين جميعا، آملا بناء هذه الجسور بشكل خاص بين فريقي 8 و14 أذار، لأن بعدهم عن بعضهم وإزالة جسور التواصل فيما بينهم سيؤول إلى تهديم البلد. نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان رفضت أسلوب الضغط الذي يمارس بحق العمال بحجة تأهيل المكاتب والدوائر، وبعد الانتهاء من تأهيلها وعدم السماح بعودتهم وتسليمها للشركات. تؤكد النقابة وتطلب من إدارة المؤسسة وقف هذه المهزلة وعدم السماح بمصادرتها من قبل الشركات حتى لا نصبح مهجرين داخل مؤسستنا. وعليه فإننا نسأل، هل العقد ينص على إخلاء المكاتب والدوائر وتسليمها للشركات؟ وهل العقد ينص على استملاك سيارات المؤسسة وألياتها والبنزين والهواتف والمخازن لهذه الشركات؟ فأي عقد هذا العقد الذي أوصل المؤسسة لمرحلة الإفلاس؟ أهلا بكم من جديد. بعد 8 سنوات على وفاته، تم فجر اليوم إخراج رفات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بحضور خبراء دوليين من فرنسا وسويسرا وروسيا ومفتي الأراضي الفلسطينية، وبعدما أخذت عينات منها لفحصها ومعرفة ما إذا تم تسميمه بمادة البولونيوم عام 2004، أعيد إغلاق الضريح. ومن المقرر أن تقام اليوم الصلوات وأن توضع الأكاليل على الضريح الواقع في المقاطعة مقر السلطة الفلسطينية في رام الله. أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عودتها إلى الحياة السياسية على رأس حزب جديد بعد أكثر من 6 أشهر على انسحابها من حزب كاديما إثر خسارتها في انتخابات زعامته. وقالت ليفني في مؤتمر صحفي: قررت العودة إلى السياسة وإنشاء حزب جديد اسمه الحركة. ويأتي إعلان ليفني قبل 2 شهر من إجراء الانتخابات التشريعية في 22 من كانون 2 يناير. وكانت ليفني قد أعلنت
استقالتها في الأول من أيار مايو الماضي من الكنيسة بعد شهر من خسارتها في انتخابات رئاسة حزب كاديما. وقالت ليفني وقت تسليم استقالتها لرئيس الكنيسة: إسرائيل فوق بركان، والساعة الدولية تدق، ووجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية يواجه خطر الموت. وتأتي عودة ليفني بعد يوم من إعلان وزير الحرب إيهود باراك اعتزاله الحياة السياسية. أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أنه لا يستبعد العودة إلى الكرملين بخوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمعة في عام 2018 لتبوئ منصب الرئيس مرة أخرى. وأوضح ميدفيديف أن بوسعه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بغية الفوز بها والعودة إلى الكرملين، ولكنه ربط ذلك بتمتعه بالقدرات المناسبة والصحة الجيدة وحصوله على ثقة مواطنيه. وردا على سؤال حول انتقاله من منصب برئيس روسيا إلى منصبه الحالي كرئيس للوزراء بأنه كان سيصعب عليه تقبل ذلك لو كان الرئيس الحالي هو شخصا غير فلاديمير بوتين. في محاولة لإعطاء ذوي الحاجات الخاصة فرصة كغيرهم من الأطفال، مدرسة تعمل لدمجهم في الصفوف العادية. تحقيق للزميلة نوال بري. هم أشخاص حرموا بعض القدرات التي أنعم الله بها على غيرهم، لكنه لم يحرمهم الأمل في أن يحاولوا بما من عليهم أن يندمجوا في محيطهم. في البدء كان تركيز الاهتمام على إنشاء مدارس خاصة لذوي الحاجات الخاصة. اليوم تبلور هذا الطرح لتبدأ بعض المدارس القليلة دمجهم في المدارس العادية وتعليمهم المناهج كل بحسب قدراته وإمكاناته. في مدرسة صغيرة اتسعت لعوالم كثيرة وجد هؤلاء الأطفال أكثر مما طمحت إليه مخيلاتهم الواسعة، وفي هذه المدرسة لا أفق يحدهم أو يقلل من شأن طاقاتهم. صار معي غلط حكيم وقاعد على ظهري أنا وصغيرة، فخضعت لعملية، فنوسس في سباق الدم بدو يشل لي إياه، فصار إنه غلط وصار فيه هيك، فاضطرت إنه سافر وقعد سنتين بالسويد، فخلصت من هنيك جيت لهون فقررت انه فوت على هالمدرسه. يعني جيت مأخرة بالمدرسة؟ جيت مأخرة. كنت بالليرنينج سنتر سنتين هيئوني لحتى تصير ريجولر بالهون، فسو كثير تقدمت. جريد 7 بس سبيشل. ايه بدلص. وعندك صفوف لحالك ولا مع كل اصحابك بتكون؟ لا في عندي رفقات. صفوف الروضات يختلط فيها الأطفال ويلعبون معا. وأنا شو اسمي؟ ماما. أنا شو أنت؟ أنا الأخبار جلعتي. أنا شو اسمك؟ بيماري. ويحلمون أيضا. أصلا أنا أحب هالسكول وديكي بيكسل. أنا put this picture of me with other girl. I want money, I want married, but just so we have to get my salary, and we have to get جو هون بيعملوا اكتيفيتيز مع صف الحالات الخاصه، سو هيك بنأمن الانتجريشن بين الجو اللي هن متعودين عليه كانوا وذي فيل ات ايز، يعني بكونوا مرتاحين فيه لانه صار لهم فيه سنتين ثلاثه، وبذات الوقت شوي شوي عم نجرب نحطهم بالصفوف العاديه بالمواد الاساسيه اللي حسينا انه عندهم القدره انه يعطوا بمستوى معين. عم نجرب نلاقي فرص عمل بمطعم لها أحد التلاميذ، مكتبة عامة قبلت معنا أنه نحن ناخد تلميذين لعندها على المكتبة يساعدوا بترتيب الكتب. في عنا تلميذ عنده شلل دماغي كامل، ما بيقدر يتحرك على ويلتشير، بس بيقدر يتواصل معنا بعيونه وبطريقة حكي بتفهم المساعدة اللي معه لحتى ترجم لنا، ولا مرة منحس إنه he's different، إنه هو مختلف بقبل صف. أما الأهالي فلا يرون ذلك إلا خطوة تؤكد لهم أن لأطفالهم الحق في أن يصبحوا أفراداً لهم دورهم في المجتمع. يعني حطيته بهالمدرسة لأن سمعت إنه عنده اندمج صراحة. يوسف صار هون ثلاث سنين، هالسنة الثالثة بلشوا سنتين بالليرنينج سنتر، وكل سنة بيدمجوه جزئيا، يعني بينزل كان جزئيا، وبعتقد إن شاء الله حيكون دمج كلي إن شاء الله، يعني متمنى، يعني لأن شغلة كتير صعبة هي.
صغار حمود. شو شو الاسم؟ ماما. نوال بري، قناة الجديد. ختام النشرة مع لقطة اليوم. هي تي في هذه؟ هذه الكوثر. شو هي؟ كيف يعني شو هي؟ كوثر. الكوثر تبع مين يعني؟ هي تبع لإيران. أو نو. هي دينية يعني، بس بتعطي وقت أخبار مهمة جدا. إذا زعجك شيله، إذا زعجك شوطه، إذا زعجك شيله، إذا زعجك بيعه. نعمل مؤتمر صحفي مرة كل ست أشهر مش هيك؟ أريح لكم هاي الوقت. إذا زعجك شيله، إذا زعجك شوطه، إذا زعجك شيله، إذا زعجك بيعه، إذا زعجك شيله، إذا زعجك شوطه، إذا زعجك شيله. كان في النشرة هيئة تنسيق النقابية تشل القطاع العام. نحن كتير مدركين يا معالي وزير الاقتصاد لولا النحاس، نحن كتير مدركين، ولأن كتير مدركين أنتم منزعجين. وفد من 14 أذار في غزة والكتائب تقاطع. إذا كان اضطرينا منروح على فلسطين من باب الجنوب. وفي مصر للثورة شعب يحميها. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.